السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. حلقة النهاردة يا جماعة حلقة جميلة جدا 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 ومشوقة جدا 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 جدا. حلقة النهاردة يا جماعة من مساكن المحروسة. مساكن المحروسة واحد، وآخر الشارع مساكن المحروسة اتنين. النهاردة احنا هنصور في مساكن المحروسة واحد لأنها هي اللي سكنت، مساكن المحروسة اتنين لسه ما سكنتش. فدي مساكن المحروسة يا جماعة، ودلوقتي أنا في مدينة العبور. طبعا مساكن المحروسة محسوبة على مساكن النهضة اللي في السلام، لكن تحديدا احنا دلوقتي في منطقة المصانع في مدينة العبور. طبعا زي ما احنا شايفين كده دي مساكن المحروسة يا جماعة. دلوقتي احنا ناخد لفة حوالين صينية المحروسة ونتفرج مع بعض. دي كده منطقة المصانع يا جماعة، لما اخش يمين من هنا اطلع على النهضة، اكمل على طول كده اطلع على العبور عند كارفور العبور، وده مصنع 6 اكتوبر. دي منطقة المصانع في مدينة العبور. طبعا هنلف تاني بقى عشان نخش ايه مساكن المحروسة، ونتفرج بقى على المساكن جوه، ونتفرج على المباني، ونتفرج على الطرق، ونتفرج على الخدمات. وده هيكون في وقت مميز جدا وهو وقت الغروب، اجمل وقت في مصر. نشوف المستشفى، نشوف النادي، نشوف المدارس، هنتفرج وان شاء الله الحلقة تبقى جميلة ونستفاد منها ان شاء الله. وكمان هنكمل حكاية طابة، هنعرف ازاي رجعت وليه اتأخرت لسنة 1989 ميلادية. دي حلقة النهاردة ان شاء الله يا جماعة، اتمنى تستمتعوا بيها، وهستنى الكومنتات بتاعتكم واللايك والشير والسبسكرايب. للي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. دي دخلة مساكن المحروسة يا جماعة. اتفضل يا باشا، اتفضل بقى. هقول لك لا يعني، اتفضل يا باشا، منطقتك ومطرحك. دي البوابة الرئيسية يا جماعة، دي بوابة الدخول. هنا ما ينفعش تخرج من نفس البوابة، هنا دخول بس. اسكان المحروسة موجود ورقيا في منطقة النهضة في مدينة السلام في محافظة القاهرة الواقعة في ايجيبت اي مصر. تعتبر من احدى المشاريع للقضاء على المناطق العشوائية. المدينة هنا جماعة افتتحت سنة 2019 في شهر نوفمبر. التكلفة الاجمالية للمشروع 600 مليون جنيه. طبعا هنا المساكن اسكان المحروسة واحد واثنين بيضم حوالي 4776 وحدة سكنية. طبعا الوحدات السكنية دي بتخدم سكان المناطق العشوائية، المناطق العشوائية الغير آمنة. يعني عندك المشروع بتاع اسكان المحروسة عموما، المشروع ده بيستهدف اسكان 24000 نسمة من سكان منطقة ابو رجيلة بس، اللي هم تبع ترعة الطوارئ، فاهمني؟ دي كانت محطوطة تحت بند كده درجة الخطورة الثانية. طبعا المشروع هنا معمول على مساحة 33 فدان. المشروع هنا خلص سنة 2018، وزي ما قلت لك هو افتتح سنة 2019. هنا مساكن المحروسة واحد فيها حوالي 132 عمارة سكنية، يعني تقدر تقول 1816 وحدة سكنية. تمام. طبعا بالاضافة ان المساكن هنا هتلاقي فيها خدمات زي ملعب كورة مثلا، تمام، بس مش هيبقى على 3500 متر، يعني ملعب كورة حلو برضو تلعب فيه بدل ما تلعب في الشارع يعني، فاهمني؟ عندك مدرسة اعدادي هنتفرج عليها كمان شوية، مسجد زي اللي على ايدنا الشمال اهو، الناس في الشارع عادي جدا، العجلة اهوت، فاهمني؟ هي دي العيشة او دي الحياة الطبيعية العادية لسكان ابو رجيلة يا جماعة في العشش او المناطق الغير امنة. انما دلوقتي الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمهم وبقى في مدينة ليهم، حاجة نظيفة، عمارات، شقق، طرق نظيفة متسفلتة، حياة امنة، تمام. وبرضو كل واحد هنا عايش براحته، يعني كل واحد برضو بيعمل اللي هو عايزه، توك توك عادي موجود اهوت، في صندوق زبالة، الشوارع نظيفة زي ما احنا شايفين الحمد لله، وشكمان العربية هتخرم باذن الله، في شجر، هدوء برضو على يعني تفهم، في هدوء، يعني انا مش سامع غير صوت العربيات والعيال الصغيره. الدنيا برضو هاديه كويسه. طبعا دي حاجات ما كناش متعودين عليها في البدايه يعني، بس دلوقتي بصراحه
دنيا اجمل. انا شايف دلوقتي ان الدنيا اجمل بكتير بصراحه. يعني انا لو كنت بدات التصوير من بدري انا كنت ممكن نزلت صورت لكم منطقه ابو رجيله بالعش اللي فيها، بس طبعا خلاص بقى تمت الازاله. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم في هنا مدارس اعدادي وثانوي، ده غير ان في معرض تجاري برضو، ومساحات خضراء مش كبيره قوي يعني، الشجر برضو مش كتير. الموقع بتاع المساكن المحروسه يا جماعه من الشمال او من الشمال هتلاقي المصنع الحربي، في شرق من شرق المدينه مدينه النهضه وطريق بلبيس، الغرب بقى نهر النيل وطريق بلبيس الصحراوي، من الجنوب مدينه النهضه. تمام، لما نخرج برضو ايه هوريكم الطرق ديت على الطبيعه يعني. طبعا المشروع هنا اتعمل جنب استاد السلام، يعني احنا دلوقتي يا جماعه احنا جنب مدينه او جنب استاد السلام، قريبين جدا 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 منه. قدك ده يعني عشان تضربه كده، سيب ايدك يالا. طبعا زي ما قلت لك هنا هتلاقي في مسجد، مستشفى، حضانه، مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي. ماشي يلا يا حبيبي، يلا يا بابا، يلا يا ست شيل ابنك من هنا يا ست. اتعيطش يا حبيبي، اتعيطش يا حبيبي. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع الجميل، ارجو التقدير. يعني انا بصور لك شوارع مصر الجميله اللي انت بتحبها وانت مبسوط وانا مبسوط، فايه رايك انا اصور لك شوارع مصر بالعربيه وانت تشيل صيانه العربيه؟ الله اكبر، ابشر يا اخي ابشر. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع الجميل، اوعى تفتكر ان المناطق العشوائية هي المناطق الشعبية، لا طبعا، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص حضرتك. يعني اللي بياكل الكافيار وبيشرب شوربة عش السنونة وبيحلي بالكريم بروليه وبيستجم في المالديف، هتجيبه زي اللي بياكل فول مضاف اليه كربون الصوديوم وبيشرب شاي العروسة وبيستجم في توك توك مشغل مهرجانات؟ اكيد لا عزيزي المشاهد، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. والعشوائيات موجودة من قديم الأزل في كل العالم، بس مع اختلاف الأسماء. يعني زمان هنا في مصر كان اسمها عشش أو إسكان العشش، في المغرب اسمها السكن غير اللائق، في الجزائر اسمها البناء القصديري،
او الفوضوي برضو. وفي العراق اسمها حواسم او تجاوز، في اليمن اسمها بيوت عشوائية. ولو حضرتك ما تعرفش، انا احب اعرفك ان العشوائيات دي ظهرت في القرن العشرين، ظهرت بعد اعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية. ظهرت امتى؟ لما الخدمات والمصالح الحكومية بقت في قلب المدينة الرئيسية القاهرة. ده غير طبعا الصناعات برضو اللي ظهرت في القاهرة، ده غير على اطراف المدينة، يعني في فرص عمل زيادة. هوب بيجي الصعيدي وابن اخوه البورسعيدي ويتصلوا بالشباب الاسكندراني علشان ايه؟ تبقى لمة رجال، ونزلوا بقى يسعوا مع بعض على فرصة عمل. ايه وعلى الفحت لا تنزل تحت. اي ام سوري تو بوتر يو. انا قلت كل حاجة وفي اعلى من كلاكس العربية، انت بس اللي قلبك خفيف. طبعا وهم بيدوروا على شغل طول اليوم تعبانين، اخر اليوم عايزين يناموا، هيناموا فين؟ اكيد مش في فندق، فبيلجأوا الى اطراف المدينة حيث الاراضي الزراعية او الصحراوية، فيحصل تجمعات عشوائية بالتكاليف اقل. ولكن عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع الجميل، بتكون بدون اي خدمات، ما هي مواردهم هتبقى ضعيفة، فمش هيقدر يدبر تكاليف السكن داخل الكتلة السكانية الرسمية للمدينة. صح معايا، اوعى تنام مني. فتظهر بقى العشوائيات وتكبر، وكل واحد عاوز يتجوز، عاوز شقة جنب امه. وده النادي على ايدنا الشمال بتلعب فيه كورة، ومع ذلك برضو بيلعبوا في الشارع عادي جدا يعني. فالمدينة هنا يا جماعة كبيرة جميلة، شوارع، ملعب على ايد الشمال، هو الدنيا جميلة جدا للمناطق العشوائية الخطر. طبعا العشوائيات دي ادت الى ان البلد اتخنقت، يعني عربيات كترت وشوارع صغيرة وعشوائيات ومش عارفين نعدي، والشارع زحمة ومين خارج ومش عارف ايه، ونقعد في المشوار ساعتين ثلاثة. طبعا في عوامل تانية غير المناطق الشعبية يعني ادت الى الانتشار العشوائي السريع، ممكن نلخصها في كلمتين، يعني زيادة معدلات النمو السكاني برضو، وانقاص او النقص في عدد الوحدات السكنية وزيادة الطلب عليها. دلوقتي طبعا الوحدات السكنية بقت كتيرة جدا، اكتر من الناس اللي موجودة، بس مبقاش في فلوس اصلا موجودة عشان تجيب الشقق دي. I love you too. دلوقتي بقى يا جماعة جه معادنا مع الجزء الثاني من حلقة النهاردة، وهنتكلم فيها عن طابة زي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت. هنتكلم النهاردة عن التاريخ، عن الجغرافيا، عن طابة ازاي رجعت وليه اتأخرت لسنة 1989. انا هقول لحضرتك، شايف ماتش الكورة ده اهو؟ كان في معاهدة او توقيع معاهدة اسمه كامب ديفيد، كان المفروض هيسلمونا طابة استكمالا لبنود المعاهدة، لكن سنة 1981 كلامهم اتغير 180 درجة. اصل موقع طابة طبعا موقع مهم جدا في رأس خليج العقبة وجنب إيلات، فمنطقة مهمة جدا بالنسبة لهم، فهيسلموها لك ليه؟ فبدأوا يمطلوا ويقول لك طب بكرة، طب بعده، طب نراجع العلامات الحدودية تاني والجو ده. في نفس الوقت واحنا مشغولين بالمفاوضات، راحوا بنوا فندق ضخم جدا اللي هو فندق سونيستا طابة. الكلام ده كان سنة 1982، بحيث يقولك معلش بقى اخويا اصل احنا بنينا عليها وبقت بتاعتنا والكلام ده. وطبعا فضلوا يمطلوا وهم في نيتهم ما يسلمكش حتة الارض ابدا، لحد سنة 1985 ونيتهم ما كانتش سليمة. بس هم ما كانوش عايزين طابة بس بصراحة، يعني هم كانوا عاوزين طابة وعاوزين لحد شرم الشيخ، فاهم حاجة؟ يعني طابة دي كانت بالنسبة لهم البوابة. ومش بس بنوا الفندق اللي قلت لك عليه من شوية، لأ دول فتحوا قرية سياحية كمان، واتلككوا بقى بالقصة دي، سياحة وقوات حرس حدود ومش عارف محاولة لضم الأرض بطريقة الأمر الواقع والكلام ده يعني. المهم ساعتها الرئيس مبارك قرر انه يجمع فريق، مش فريق حربي لأ، ده فريق شبه فريق الانفرنجرز، عارف الفريق ده اللي هو فريق من المؤرخين والجغرافيين، كان ساعتها برئاسة الدبلوماسي عصمت عبد المجيد، وكان معاه 24 خبير منهم المؤرخ يونان لبيب رزق. طبعا جمعهم كلهم وقال لهم اثبتوا لي ان طابة مصرية،
وعليها عزيزي المشاهد عزيزي المستمع الجميل اشتغلوا سنة كاملة على الخرائط القديمة في الأرشيف المصري والتركي والبريطاني. مش بس كده، ده جابوا كمان المصادر التاريخية من الخرطوم واسطنبول ولندن وكل حتة فيها كلمة تفيد القضية. المهم علشان ما طولش عليك، جمعوا 29 خريطة تثبت ملكية طابة لمصر، ولما ورق القضية خلص أجبروهم يلجأوا للتحكيم الدولي. واخد بالك، أجبروهم. الكلام ده كان سنة 1986. هو بيقول ايه؟ هو بيقول حاجة فيها 24. اكتب لي في الكومنتات عزيزي المشاهد فك الشفرة دي، اكتب لي في الكومنتات. المهم ان الاوراق والخرائط المجمعة والتاريخ والشهادات التاريخية اثبتت كلها تبعية طابة لمصر، والنتيجة ان سنة 1988 لجنة التحكيم الدولية بتحكم بتبعية طابة لصالحنا بما عليها من منشآت سياحية بأربع أصوات مقابل صوت واحد بس اللي هو صوتهم يعني. عالدواقي عسل أبيض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نفهم ايه من الكلام ده يا ولاد؟ نفهم ان طابة رجعت بالتاريخ والجغرافيا. خطفتك انا صح؟ خطفتك صح. صح معايا لو سمحت. عارف حضرتك مفاوضات اثيوبيا ومصر بخصوص سد النهضة عارف قايمة على ايه؟ قايمة على اتفاقية 1902 كان ما بين مصر والسودان واثيوبيا، وبتمثلهم بريطانيا في اديس ابابا. المهم الاتفاقية دي نصت على عدم اقامة اي مشروعات على النيل الازرق او بحيرة تانا او نهر السباط. واتفاقية تقاسم مياه النيل سنة 1922 ميلاديا اللي ابرمت ما بين بريطانيا ممثل الدول الافريقية وبين الحكومة المصرية، وبيتضمن القرار ده يا جماعة دول الحوض بحصة مصر في المية، وان مصر حق الفيتو في حالة او في حالة لو الدول دي عملت اي منشآت او مشروعات جديدة على النهر وروافده. فاهم حاجة؟ المشكلة ان محدش بياخد بالاتفاقيات. كمان عندك اتفاقية 1959 ما بين مصر والسودان حول تقسيم حصة مياه النيل ما بينهم. حصة مصر كانت 55 مليار متر مكعب سنويا، وحصة السودان كانت 18.5 مليار متر مكعب. وسنة 1989 محكمة العدل الدولية أصدرت قانون قالت فيه إن اتفاقية المياه زيها زي اتفاقيات الحدود، يعني لا يجوز تعديلها. طبعا لحد سنة 2009 لما اجتمع المجلس الوزاري لحوض النيل في الإسكندرية وحاولت كينيا واثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا تشيك فاكرها. المهم ايه، اتفقوا واجتمعوا على اساس ان هم يعملوا مفوضية للنيل من غير دول المصب، واخد بالك، اللي هم احنا والسودان. المهم يلغوا فيها او يلغوا بيها اللي عملوه ده، تمام؟ كانوا عايزين يلغوا بيها الاتفاقيات القديمة. وطبعا احنا كالعادة المعتادة السكر الزيادة احنا رفضنا، وده الصح. قال له فقاموا عاملين ايه بقى الحلوين، راحوا لفين من ورانا وعملوا مؤتمر في اوغندا في مدينة عنتيبي، تمام؟ واتفقوا ساعتها ان هم ينقلوا السيادة من دول المصب لدول المنبع، قلشونا من الاخر يعني. هنا اثيوبيا استغلت ده واعلنت مشروع سد النهضة. طيب دلوقتي انت بتتفاوض على حق وجودي وتاريخي في حصتك من مياه النيل اللي بتشرب وتاكل منها، تمام كده؟ هتتفاوض بايه؟ بالتاريخ والجغرافيا. طيب عارف الاسطورة اللي بتقول ان الاهرامات اتبنت على ايد ولاد عمنا بالصخرة او قوم عاد، والاسطورة التانية ان سينا بتاعتهم؟
طب عارف أسطورة الإفروسنتريك اللي بتقول إن بناة الحضارة الحقيقيين هم القادمون من غرب أفريقيا، وإننا بسم الله ما شاء الله أيام ما كنا بنهتم بالزراعة والصحة والتعليم جينا وقمنا طردينهم، وعايزين بقى إيه هم يستعيدوا حقهم تاني، وعمالين يعملوا بقى طبعا إيه مؤتمرات عالمية وأفشخانات خزعبلية كده يعني. طب عارف قضية مثلث حليب؟ عارف حصتنا من غاز المتوسط جات ازاي؟ طب عارف عقيدة الجيش جاية منين؟ استراتيجيات الحرب والخطط بتتدرس بناء على ايه يا باشا؟ طيب بلاش ده كله، سيبك من ده كله، ده كله اي كلام. طيب عارف قناة السويس بقت مصرية ازاي؟ عارف الدستور المصري تاريخه ايه؟ واستقلال مصر حصل ازاي؟ القانون المصري يا جماعة مكتوب عن طريق ايه؟ قولولي في الكومنتات، وبناء على ايه؟ كل دي حضرتك قضايا امن قومي بيترد عليها بحاجتين بس. عارف ايه هما يا برنس؟ طيب لو عارف اكتب لي في الكومنتات، وانا بقرا كل الكومنتات وما بسيبش ولا كومنت. حاجة كمان عايز اقولك عليها جميلة جدا، واللي هي متحف، في متحف كده في صحراء النقب اسمه متحف الطائرات الحربية. المتحف ده جماعة مفتوح للجمهور هناك من سنة 1991، وللأسف لسه واخد باله منه اليومين دول. المتحف ده حضرتك للأسف فيه قاعة اسمها قاعة الطائرات العربية، وفيها مجموعة من الطائرات الكاملة اللي استولوا عليها عن طريق العمالة او الخيانة او الهبوط الخاطئ، بمعنى يعني انشقاق الطيار الفلاني من البلد الفلانية، او انسحاب الطيار العلاني بالطيارة العلانية، او هبوط طيار بالخطأ، تمام؟ او ممكن برضو يكون تخلي الطيار اللي مش عارف ايه عن طيارته والهروب والكلام اللي احنا عارفينه الجميل ده. طبعا القاعة دي يا جماعة فيها طائرات من كل شكل ولون، اللي اردني واللي عراقي واللي لبناني واللي سوري، كلهم حضرتك طيارات كاملة وكميات اخدوها ودرسوها وقتها وبعدين حطوها في المتحف كغنايم. اللي يدهشك بقى من وسط كل الطيارات دي في طيارة واحدة مصرية كاملة عليها علم الملكية المصرية الاخضر، تمام؟ العلم ده موجود في القاعة هناك، الطيارة دي الطيارة دي موجودة هناك في القاعة دي، هي من نوع ميج 15، وما فيش اي طيارات مصرية تانية، هي الطيارة دي بس، فاهمني؟ طيب تفتكر الطيارة دي وصلت هناك ازاي؟ هقول لك انا، سنة 1956 كان في طيار مصري شاب متخرج بقاله سنة اسمه عبد الرحمن محرم. الطيار ده طلع بطيارته الميج 15 يوم 29 اكتوبر سنة 56 في رحلة استطلاع عادية جدا، لكنه ما كانش يعرف ان العدوان الثلاثي على مصر بدأ في نفس اليوم. المهم وهو طاير اتفاجئ باربع طيارات من النوع مايستيري المتقدمة جدا الفرنسية، اللي هي كانت اسرع من الصوت، كانت ساعتها بقيادة كابتن اسمه ياكوف نيفو، والاربعة بيضربوا عليه، اربع طيارات بيضربوا ايه على عبد الرحمن. المهم عبد الرحمن ده ايقن انه وقع في مصيدة وان الهدف هو طيارته، فما كان منه الا انه يلعب عليهم، يعني تقدر بيهزر معاهم يعني وبيراوغهم يعني. القصة دي حقيقية على فكرة، مش من خيالي الواسع يعني، مع ان طبعا فرصته قدام اربع وحوش زي الطيارات دي قرابة الصفر، يعني هو 0% جنبهم، لكنه مرضاش يستسلم، وفجأة راح نازل بالطيارة للمسافة صفر. احنا قلبنا جامد بيجيبنا في الحتت دي يعني، الحاجات الخطرة دي مسافة صفر والمسافة احنا قلبنا بيجيبنا فيها، فاهمني؟ فالمهم لما كان بينزل بالطيارة للمسافة صفر، وبعدين لما يختفي من قدامهم كده كان بيظهر من وراهم زي ما بنشوف في الافلام الاجنبي كده، ويقوم ضارب عليهم وبعدين يرجع يراوغهم تاني ويختفي. المهم فضلوا يضربوا عليه وهو يراوغهم، وهم يضربوا وهو يراوغهم، لحد ما قدروا يصيبوا جناحه اليمين إصابة خفيفة كده، والبنزين كمان خلص. فالمهم ان هو قدر يهرب منهم، والطيارة دي وصلت يا جماعة المتحف ده. بيقال ان بعد سنين لما اخذوا سينا سنة 1967